المختلفة زي الإنشاءات والمباني، الطرق والكباري والأنفاق، ومشاريع الصرف الصحي والري في خلال السنتين، وجنب الدراسة النظري في قاعات المحاضرات هتتدرب على أجهزة المساحة المختلفة داخل الكلية مجانا كجزء من الدراسة، وكمان بنوفر لك تدريب عملي خارجي في شركات ومكاتب تتدرب فيها على أجهزة المساحة المختلفة زي توتال ستيشن، ميزان اللامع، والجي بي اس، وهتاخد شهادة بكل تدريب عملي حضرته، ودي مختلفة عن شهادة الكلية، وكمان التدريبات دي بتكون مدعمة من الكلية. أما الشهادات اللي هتحصل عليها هي شهادة دبلوم مهني من كلية لانكستر البريطانية، شهادة دبلوم مهني من المعهد العربي للدراسات، شهادة من كلية العلوم. والعجل بيقدم لك اقوى عرض، عرض التريو، 3 سندوتشات فراخ دبل من اختيارك مع 3 بطاطس ولا تري بيبسي ب 140 جنيه شامل الضريبه. اطلب من ولعتين على 16799 واستمتع بعرض التريو. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شادي والناس. حلقة النهاردة سريعا كده هنتكلم فيها في قسمين اتنين أو فقرتين اتنين. الفقرة الأولى زي ما تعودنا قبل كده بنتكلم دايما عن الأحداث المختلفة وبنحاول نحللها علشان خاطر نوصل للجذور بتاعتها، ونحاول نحل مش المشكلة نفسها، نحل المشكلة دي وما يشابهها من مشاكل أخرى. أما بالنسبة للجزء الثاني هنتكلم فيه عن مبادرة رائعة جدا موجودة في مصر، هي مبادرة مصر بلا غرقة، وطبعا دي مبادرة مهمة جدا علشان حوادث الغرق اللي بقت كتيرة جدا الفترة اللي فاتت. دعونا نبدأ الفقرة الأولى بتاعتنا بسرعة عشان وقتنا. أحب بس الأول قبل ما أبدأ أول خبر معايا النهاردة، أنا كنت عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا، هو عتاب من أخوكم شادي من فريق إعداد للسادة المشاهدين، مش كلهم، بعضهم. حضراتكم في بعض المشاهدين طبعا فوق دماغنا من فوق كانوا بيتواصلوا معانا علشان يعرضوا مواهبهم. احنا قلنا يا جماعة لما نيجي نعرض موهبة هنعرض موهبة تحترم عقل وقلب الجمهور. ما ينفعش مثلا حد يبعت لنا رسائل صوتية بغنى ونسمعها ونجتهد فيها ونبعتها لبعض كمان الناس اللي بتغني في الأوبرا والناس اللي هي بتغني في قصور الثقافة و إلى خلافه، الناس اللي شغالة في المجال ده يعني. فما ينفعش نبعت لهم فيقولوا الصوت مثلا لا يصلح أو أن الصوت يحتاج تدريب، فنفاجأ أن الناس تقفل في وشنا السكة أو الناس تبقى زعلانة وتشتم وتقول لك أنتوا ليه بتعملوا معنا كده؟ نعمل معاكم ايه يا فندم؟ احنا بناخد موهبة معينة عشان نعرضها، لازم تكون طليق بسمع وايه وعين وقلب وعقل الايه المشاهد، ده مهم جدا. تمام، زي بالظبط حضراتكم لما حد مثلا يتصل بينا عايز اعرض المنتج الفلاني عندكم او عايز اعمل كذا، يا فندم احنا مش بنملى هواء خلاص، نحن لا نملا هواء فقط لا غير. لا يا فندم، احنا حضرتك بنلاقي المنتج ده حاجه محترمه فوق دماغنا من فوق، بنلاقي الخدمه دي فوق دماغنا من فوق، لو هي كويسه نعرضها، ولكن ان احنا عمال على بطال نعمل اي حاجه كده اظن ده ما يرضيش الساده المشاهدين. هعتبر ان اللي فات ده صفحه واتقفلت، ويا ريت اللي يتصل بينا بعد كده بلاش يشتمنا، وحتى لو شتمنا برضه فوق دماغنا من فوق. نروح بقى لأول خبر النهاردة. أول خبر النهاردة من منية إبيار. احنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات وقلنا ان احنا كان عندنا فيها هبوط أرضي، وشرحنا قلنا الهبوط الأرضي ده حصل في منطقة معينة، ما هو الشارع الرئيسي أي نعم، لكن هو شارع جانبي الناس بتمشي فيه رايحة جاية، جنبيه في مدرسة ابتدائية، جنبيه كمان في وحدة زراعية، يعني الشارع الناس رايحة جاية فيه. تواصلنا مع المسؤولين رفضوا الظهور بعضهم عشان نكون كلام واضح. تدخل السيد المحترم محافظ الغربية وأصدر قرار بتأشيرة ان يتم التعامل بهذا الشكل.
ومعالي المحافظ لما اصدر التاشيره بتاعته اتحركت بقى المجلس المحلي بتاع القريه واتحرك المجلس بتاع المدينه بتاع كفر الزيات، وبالفعل تعاملوا مع هذه ايه القضيه او هذه المشكله. وبعدين لما تواصلنا معاهم تاني نشوفهم عملوا ايه، جالنا رد معلش يا جماعه ده اللي استوقفني شويتين، لقد تم حل المشكله بواسطه الاهالي. دي مشكله يا فندم، لو حضرتك موجود في الكرسي بتاعك او حضرتك موجوده في الكرسي بتاعك عشان تقول لنا في الاخر ان تم حل المشكله بواسطه الاهالي، دي مصيبه سودة. ليه يا فندم؟ الاهالي من حقهم يعملوا ويساعدوا الدوله والدوله ترحب بده، بس في نقطه يا فندم، علشان نعمل ده لازم يكون تحت رعايه الدوله، لان يا فندم في معايير فنيه وهندسيه لابد 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 يا فندم. ولو حضراتكم بس تبصوا معايا هنا بعد اذنكم اكون شاكر يعني على الشاشه كده، تركزوا معانا على الفيديو ده هنا يا فندم. بكل بساطه لو حضراتكم خدتوا بالكم احنا بنجد ان في معايير هندسيه وفنيه، هذه المعايير لازم يلتزم بيها الساده المواطنون وهم بيعملوا ايه، وهم بيعملوا الشغل بتاعهم. كلام اظن محترم جدا، لكن الساده المسؤولين يسيبوا المواطنين يشتغلوا من دماغهم؟ طب الكلام ده ينفع؟ طب احنا عايزين الناس تساعد الحكومه بس بمعايير بقيم، ما ينفعش يا جماعه كده هلهلي، انا اسف في اللفظ، ما ينفعش كده هلهلي. طب وبعدين ايه الموقف؟ الموقف في النهايه تم تداركه، البرنامج تابع الموضوع على مدار الاسبوع لغايه ما الدوله قامت بدورها، المسؤولين قاموا بدورهم، تعاونوا مع المواطنين، تم مش حل المشكله دي بس، لا على مدار الشارع او على مدار الطول يعني بتاع الشارع تم حل المشكله ديت كاحسن ما يكون. المفروض ان احنا معانا مداخله مع الاستاذ ياسر بدوي، تمام استاذ ياسر من المواطنين المحترمين في منيه ابيار. استاذ ياسر استاذن حضرتك قول لي المشكله فعلا خلصت زي ما احنا قلنا ولا في لسه حاجه ناقصه؟ استاذ ياسر الو السلام عليكم استاذ ياسر. ايوه يا فندم استاذن حضرتك بس لو بتسمعني من التلفزيون لو سمحت، لو سمحت اقفل التلفزيون يا فندم لو سمحت، وكلمني من السماعه بعد اذنك. ماشي يا اتفضل يا استاذ ياسر. بقول لك يا فندم المشكله خلصت يا فندم ولا لسه؟ المشكله الوحده المحليه اللي هي سيادتك جت اتعاملت معاها، بس احنا الاهالي هم اللي اتعاملوا وجبنا حفار على حسابنا وردمنا الشارع كله. معلش يا استاذ ياسر انا اسف، ممكن تعلي صوتك بس او لو حضرتك بتتكلم من موبايل يبقى مكان فيه شبكه. انا في الشبكه اهوت معلش. اتفضل. بقول لك سيادتك الوحده المحليه جت اتعاملت مع المشكله عشوائي، وجينا احنا تواصلنا تاني معاهم، وجينا احنا جبنا حفار على حسابنا ولودر وردمنا مجرى الميه نهائي. تمام. هم بالفعل قالوا هو بالفعل يا فندم قالوا ان المشكله اتحلت عن طريق حضراتكم، بس السؤال هنا اتعملت بمعايير فنيه وهندسيه محترمه تبع للدوله بتقره، ولا حضراتكم اجتهدتوا كده منكم نفسكم؟ احنا اللي عملنا كده بنفسنا يعني، مفيش حد قال لكم تعملوها ازاي؟ لا وقفت الوحده المحليه جت وقفت عليها، بنشكرها برده ان هي جت وقفت عليها، جت وقفت احنا قفلنا الحوض وحطينا فيه ردم بس كده. طيب انت حضرتك برضو ما ريحتنيش لسه في حته معينه، معلش انا بحب اكون دقيق شويتين، بقول لحضرتك يا فندم يعني ما فيش حد اداكم معايير فنيه او هندسيه تشتغلوا عليها؟ لا ولا اي حد ادانا اي معايير هندسيه ولا فنيه اشتغلنا عليها نهائي. وبعدين بشكرك انت الاول عشان انت وصلتي معانا ووصلت صوت الشباب وحسن القريه المعدومه تمام يا فندم. بص يا فندم انتوا على راسنا يا فندم، وفي اي وقت وفي اي مكان احنا معاكم وتحت امركم احنا هنا موجودين عشان نخدمكم. وبشكر الاستاذ سامي البزار رئيس تحرير البرنامج، تمام الاعلاميه القويه. بس في بعد اذن سيادتك احنا لنا طلبات ثانيه. طب استاذن حضرتك تقولها لي بس في عجاله بالله عليك عشان وقت الهواء بعد حضرتك، اتفضل. احنا عندنا طالبين مكتب بريد في يا فندم؟ مكتب بريد في البلد عندي. ايوه. وعندي حته ارض 5 قراريط ونص بمعدل 965 متر مكعب. احنا بنطلب ان هي تبقى خدمات عامه، مجمع خدمي لاهل القريه. انا عدد سكان اهل قريتي فوق ال 20,000 فوق 10,000 نسمة. ودلوقتي سيادتك جنب عزبه اسمها عزبه كفر السعيده فيها 5,000 نسمه. طيب وعندي كمان طب استاذ ياسر
طيب استاذ ياسر معلش انا انت عارف حضرتك انا ما بحبش ان انا ايه يعني اقول لحضرتك اتكلم وما نحلش المشكله، لا ده كلام يا فندم محتاج قعده. استاذن حضرتك هتتواصل مع الاستاذه ساميه رئيس التحرير البرنامج، هتتواصل حضرتك معاها وكل الطلبات دي لو انا كمان عرفت اكون موجود معاها ان شاء الله اكون موجود، وكل الطلبات دي هاخدها من حضرتك ونحاول نشوف الحلول بتاعتها فين ونسعى وراها مع بعض. اتفقنا يا فندم؟ هستاذنك في حاجه بس يا دكتور شادي. هستاذنك اتفضل. معلش عشان احنا نوصل صوتنا بس من خلالك. مكتب البريد، مكتب البريد حتى مش راضي يوصل لي مكان السي ام للناس اهالينا يقبضوا المعاشات. يعني انا عاوز حتى المحافظ الغربيه يوصل لي مكان السي ام في قريه مين الديار لاهالينا كبار السن. تمام يا فندم، وصلت وجهة نظرك وبنناشد سيادة المحافظ طارق رحمي الرجل المحترم المحترم بنناشده ان هو يكون موجود معانا في حل هذه المشكلة رأفة بأهالينا كبار السن في الغربية، وهو له طبعا يعني نقول ايه سابقات كتيرة جدا محترمة في هذا الموضوع، يعني ان هو دايما بيحاول يساعد الناس. الخبر بقى التاني يا جماعة اللي معايا النهاردة، وزير التربية والتعليم معالي وزير التربية والتعليم، احنا بقالنا اسبوعين بنناشد معاليه وبنقول له يا فندم ارجوك رافه بينا رافه بالاهالي حاول حضرتك تقول لنا كلام احنا نفهمه. طبعا احنا بنقول لحضرتك يعني او انا بقول عن نفسي انا ماليش دعوه بالساده المشاهدين ماليش دعوه بحد، انا يا فندم فكري على قدي، انا يا فندم فكري بسيط فكري على قدي، انا يا فندم ما فهمتش ايه المطلوب من اللي حضرتك قلته، انا اسف. بمعنى انا اسمح لك اتكلم مع حضرتك في نقطتين بس مفيش غيرهم. النقطه الاولى معاليك، هو الحضور مهم ولا مش مهم؟ ما هو لو مهم يا فندم ما ينفعش اعمله اختياري، ما ينفعش زي ما حضرتك قلت ان هو اختياري وولي الامر يمضي ان الابن ما يجيش. طب لو هو يا فندم اختياري طب انا اصلا عامله ليه؟ طب ما انا الغيه الفتره دي عشان كورونا، صح ولا انا غلطان؟ علشان بس الامور تنجز يعني. تمام. طيب الحاجه الثانيه يا فندم، هو هل يحق هل من حق الوزاره يعني انها يا فندم تخلي ثالثه اعدادي ترم واحد؟ اللي انا اعرفه على قد علمي ان هو بيتم ابلاغ الطلبه جميعا بهذا الموضوع قبل ما السنه تبدا، والصح اكتر اللي داخل لسه اولى اعدادي يتبلغ بان سنه ثالثه هيبقى وضعها كذا. مش هقول بقى اللي داخل لسه اولى ابتدائي نطبق عليه الموضوع الجديد زي ما كان بيحصل زمان، لا احنا دلوقتي عايزين نواكب العصر وعايزين نطور التعليم وعارفين ان حضرتك عايز تعمل ده، بس يا فندم يكون بطريقه يفهمها الناس. انا بتكلم عن نفسي انا مش فاهم، انا بصراحه فعلا انا مش فاهم، مش هتكلم اكتر من كده، مش هحاول ان انا يعني نطول في الكلام عن كده لان احنا مش عايزين نعمل والله فرقه اعلاميه، احنا عايزين بس نحل مشكله، نحل مشكله. النقطه الثالثه بقى يا جماعه معايا النهارده محافظات القاهره الكبرى اللي هي القاهره والجيزه والقليوبيه. بعتوا حضرتك جابوا الناس اللي هم المواطنين المحترمين اللي هم عندهم بيوت او اراضي موجوده على الطريق الدائري جنب الطريق الدائري، ليه؟ لان هيحصل توسيعه للطريق الدائري 25 متر يمينا ويسارا. فالدوله عايزه تعرف مين الناس ديت وهل معاهم فعلا سقوق ملكيه وعقود صحيحه ولا هم اعتدوا على اراضي الدوله. جميل، انا مع حضراتكم يا ايها الساده المسؤولين ان لو حضراتكم لقيتوا الناس ديت عندها حق فحضراتكم ايه هتعوضوهم، كلام محترم جدا. طب لو ما عندهمش حق واعتدوا على اراضي الدوله انا من دلوقتي ضدهم وبقول ان هم ناس غلطانه، وما بني على باطل وعلى سرقه فهو باطل ودي سرقه وما ينفعش ان احنا نسكت عنها. كلام جميل جدا واظن انا متفق مع حضراتكم اهو، بس النقطه بقى اللي انا حضراتكم واخد بالي ان انتم مش مركزين معاها وبنبهكم ليها، هو فين حضرتك المسؤول في الحي ولا في مجلس المدينه ولا في المحافظه اللي هيتحول للتحقيق؟ ما انا هو فاجئ ان انا عندي ناس كتيره جدا سرقه اراضي من الدوله. السؤال هنا يا فندم مين هيتحاسب؟ طلع على المعاش مش حضراتكم يعني؟ طب ما يا فندم القانون الجديد دلوقتي بتاع العمل بيقول ان في اي فساد اداري او مالي يتجاب حتى لو بعد 100 سنه، ما بقاش زي زمان 5 سنين بعد الطلوع على المعاش، دلوقتي بقت مفتوحه. هو ده فساد مالي؟ اه طبعا يا فندم. مش معنى الفساد المالي ان هم مثلا يكونوا خدوا رشوه، لا يا فندم، واحد قاعد في مكتبه ما بينزلش يمر فقطعه ارض كبيره بتتكلم في 1000 متر بتطلع بال 12 دور وال 13 وال 14 دور ومحدش بيقول لهم انتوا فين؟ طب ده معناه ايه؟ واحد قاعد في التكييف في مكتبه مكبر دماغه بالمر لا يمر ولا ايه القصه بالظبط؟ اظن الموضوع ده يا جماعه محتاج وقفه ونعرف من المسؤول، من المسؤول؟ لابد ان يحاسب. بعد كده يا فندم بقى بعد الاخبار الوحشه دي عندنا النهارده حاجه حلوه بقى، حاجه حلوه في يا فندم مبادره اسمها صحتك عندنا اهم.
المبادرة دي يا فندم في مدينة طنطا في حيز بربي محافظة الغربية طبعا، قايم بيها طبيب شاب اسمه الدكتور أيمن أحمد مبارك. المبادرة دي بكل بساطة الراجل ده عمل سعر كشف رخيص جدا، يعتبر أرخص يعني كشوفات موجودة أو أسعار كشوفات موجودة، يعتبر زيه زي الجامعات الخيرية أو أعلى منها حاجة بسيطة. الغرض كله عنده في هذه القصة أو الكلام كله مع الدكتور أيمن إن الناس دلوقتي بقت تعبانة جدا من المصاريف العالية وأسعار المستشفيات والمستوصفات والعيادات بقت أوفر أوي زي اللزوم. ألو؟ معانا دكتور أيمن؟ دكتور أيمن؟ لو سمحت يا دكتور أيمن لو سمعني أرجوك بعد إذنك اقفل التلفزيون لو سمحت واسمعني من التليفون بعد إذنك. أنا علاء أبو طالب. ألو؟ طيب يا جماعة حاولوا يا جماعة توصلوا تاني للدكتور أيمن لأن واضح إن عنده مشكلة في الشبكة. بعد كده يا جماعة بقى عندنا استأذنكم كده الشاشة يا جماعة لو سمحتوا لو تجيبوا لي صور الأستاذ سيد الفيومي. الأستاذ سيد الفيومي يا فندم ده فنان أنا بسميه صانع البهجة. فنان بقى شوف أنا أول ما أصلا افتكرت يعني سيد الفيومي قدامي أنا ضحكت ابتسمت. شخصية كوميدية من الطراز الأول. هنا يا جماعة حضراتكم معانا السيد الفيومي زي ما قلت لكم شخصية أنا بسميه صانع البهجة. راجل كده يا جماعة له نكهة الكوميديا، هو نفسه كوميدي. تقعد معاه ما تبطلش ضحك، له قدرة رهيبة جدا على الكوميديا على الارتجال على الإفيهات اللي أنت عايزه تقوله قوله. سيد للأسف كان تعرض لوعكة صحية ودخل على أثرها المستشفى وتعالج وخرج نقول مثلا شوفي بنسبة 90%. للأسف انتكسنا تاني بعدها وتعبنا شويتين، بس بقى اللي مخلينا اتكلم النهاردة في موضوع سيد حاجتين. الحاجة الأولى إن سيد أنا حاسس إن هو زعلان، إن هو مخنوق، إن هو قرفان، إن هو زهقان. طب يا عم سيد إزاي تزعل وأصحابك كلهم حواليك، حبايبك كلهم حواليك؟ أنا هقول لك حاجة. طب بقول لكم الأول، معانا الأول سيد على الهوا. سيد الفيومي الفنان الكوميدي الجميل الرهيب. سيد اسمعني والنبي يا سيد بعد اذنك، بعد اذنك والنبي يا ابو سيد ده انت راجل اعلامي وعارف يعني، ده انت راجل فنان وعارف، اسمعني من التليفون بقى اقفل التلفزيون بعد اذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فناننا الجميل. ازيك يا دكتور عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا غالي؟ قول لي بقى يا عم انت زعلان ليه يا عم؟ انا تعبان ومش زعلان. تعبان من ايه بقى يا حبيبي؟ قول لي بقى، انت دخلت المستشفى وخرجت، ايه اللي حصل؟ دخلت المستشفى وعالجوني شوية وبعدين الدكتور قال لي خلاص كده ما عندكش ما لناش علاج عندك ومشوني عشان كورونا. عشان كورونا المستشفى يعني بتستقبل حالات كورونا؟ اه لكن حضرتك خرجت وانت لسه ما تمش شفائك يعني؟ لا ما كنتش تميت. طب انت كنت في انهي مستشفى يا سيد؟ على فكرة انا عارف بس انا بكلمك عشان الناس تسمع. الفرنساوي اللي هي تبع القصر العيني. انت اصلا موظف في الجامعه يا سيد مش كده؟ انا موظف في الجامعه القاهره. تمام. طب احنا ممكن نساعد بايه ان احنا ندخلك المستشفى تاني لو انت عايز تخشها تاني عشان نشوف افضل علاج ممكن نمشي عليه. انا مش عارف عندي ايه. انا بس ما بعرفش اخد نفس وبتعبان طول الوقت ومش عارف اي دكاتره ورحت كل الناس وصرفت فلوسي كلها على العلاج معلش. طيب ان شاء الله اذا ربنا ييسر الحال احنا هنشوف الموضوع ده معاك وانت عارف كده كده انت صديق شخصي ليا وحبيبي يعني فان شاء الله هنتابع سوا الموضوع ده وهنشوف نوصل لايه. بس انا حابب اقول لك خبر بعد اذنك على الهوا تبقى انا اول واحد بقوله لك. الناس اللي حواليك كلهم يا سيد وانت عارف ولامس الكلام ده كلهم بيحبوك قوي وعلى راسهم صديقك محمد احمد اللي عنده كافيه عندك في صفه اللبن. محمد من الناس المحترمين جدا جدا يا سيد اللي هم عايزين يعملوا لك حفله تكريم. اول ما قال لي حفله تكريم اشرف زكي المحترم نقيب الممثلين هذا الشخص الجميل الرائع قال لهم الحفله دي تبقى عندي في النقابه. ماشي يا سيد؟ فيا حبيب قلبي الناس كلها بتحبك والناس كلها من الاخر عايزين يقفوا جنبك والناس كلها عايزينك تبقى فرحان وسعيد. فانا ببشرك ان في حفله ان شاء الله معموله لك في نقابه الممثلين برئاسه الدكتور او تحت رعايه الدكتور المحترم اشرف زكي نقيب الممثلين. ماشي يا ابو السيد وان شاء الله هنتابع سوا مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بعد كده يا فندم حضراتكم انا الكنترول روم بيقول لي في احد المواطنين
الاستاذ علاء ابو طالب عنده مشكله عايز يعرضها. استاذنكم يا جماعه، استاذ علاء معانا لسه على الهوا؟ طيب بصوا يا جماعه، المشكله الاعداد، فريق الاعداد خد منه سريعا ايه المطلوب، تمام؟ فحضرتك احنا عرفنا ان الاستاذ علاء حسين ابو طالب هو موجود في مديريه الشباب والرياضه بالغربيه. الاستاذ علاء كان منتدب للتامينات والمعاشات. دكتور ايمن معايا على التليفون؟ ايوه دكتور ايمن. دكتور شادي ازيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك يا فندم، ازاي حضرتك؟ نرجع بقى تاني كده ورا خطوتين ونخش على مبادره صحتك عندنا اهم. ايه المبادره دي يا حبيب قلبي؟ الاول انا بشكرك جدا يا دكتور ان اتحت لي الفرصه ديت عشان اتكلم عن المبادره. المبادره اسمها صحتك عندنا اهم، تمام؟ والمبادره دي عاملينها لتقديم خدمه طبيه مميزه للمواطن باسعار رمزيه، تمام؟ المبادره ليها بعدين والاثنين مرتبطين بالكورونا، تمام؟ البعد الاجتماعي والهدف منه التباعد وعدم الاختلاط. واحنا بنعمله ازاي؟ عن طريق اللي احنا اللي بنتصل بالمريض عشان نحدد له ميعاد الكشف للحضور. والبعد الثاني البعد المادي، ده احنا عشان طبعا كلنا تاثرنا بالكورونا، احنا عاملين الكشف رمزي جدا، تمام؟ تخفيف عن كاهل المريض من غير ما يشعر باي حرج وحصوله على خدمه جيده وهو يستحقها اكيد يعني، تمام يا فندم؟ تمام. والحمد لله الدكاتره معانا اساتذه دكاتره واستشاريين، تمام؟ يعني مش مجرد، معلش مع احترامي، انا لما سمعت المبادره قلت ممكن تكون اتفضل في عمليات يعملوها بكل رمزيه، تمام؟ رائع جدا. واتفقت مع معمل تحاليل ان هيعمل خصومات كبيره جدا ان شاء الله. طيب دي اهم حاجه، اللي انا بس عايز المبادره دي تستمر يا دكتور شادي. اتفضل. عن طريق البرنامج بتاعكم ان شاء الله. ازاي؟ اللي احنا عايزين نطور الفكره ان احنا نعمل جزء منها مجاني، تمام؟ ان شاء الله، بس لازم حد يدعمنا في في الموضوع ده. طب حضرتك محتاج مين يا فندم؟ محتاج مين معاك واحنا نكلمه؟ لو راجل اعمال او اي حد عضو مجلس الشعب يسهل لنا الامور ان احنا نوصل الفكره دي للناس ونساعدهم اللي هم ياخدوا خدمه طبيه مميزه هم يستحقوها. خلاص يا دكتور ايمن، احنا على تواصل مع حضرتك ورقم تليفونك يا فندم مع فريق الاعداد، وعلى تواصل باذن الله، ونتابع التجربه دي مع حضرتك خطوه بخطوه، وربنا ييسر تكون فتحه خير لكل المصريين ولاي مريض عايز يتعالج باسعار مخفضه بخدمه محترمه يا دكتور ايمن، لان لو حد اشتكى من موضوع الخدمه احنا اول ناس هنوقف لك. اتفقنا؟ طبعا ان شاء الله، ونعمل مبادرات تانية كتير ان شاء الله. اتشرفنا بيك يا فندم، ويا ريت كل الشباب المصري يبقى زي حضرتك كده. طيب نرجع يا فندم لموضوع الاستاذ علاء. يا جماعه عرفتوا تجيبوه على الهواء يا جماعه ولا لسه؟ طيب استاذنكم يا جماعه، طيب نخش يا جماعه في الخبر اللي بعده بعد اذنكم على ما تجيبوا لنا الاستاذ علاء. السياحه في مصر، السياحه في مصر يا جماعه بكل بساطه، السياحه هي عمود من اعمده الدخل القومي، متاثره جدا بموضوع الكورونا. بس يا جماعه مع احترامي للساده المسؤولين في وزاره السياحه، مصر فيها حاجه احنا عايزين نستغلها يا فندم. ليه؟ عشان تجيب لنا دخل. مش لازم نستنى لما الكورونا تخلص عشان نشتغل. طب ما نشتغل من دلوقتي ونجهز نفسنا بحيث لما الابواب تفتح والدنيا تفتح والدنيا تشتغل يبقى احنا جاهزين. على العموم في نوع من السياحه، يعني في حد تواصل معنا راجل محترم جدا، الاستاذ احمد عادل عقرب المرشد السياحي، وقال تحديدا هو السياحه البيئيه. عايز افهم منه ايه حوار السياحه البيئيه، ازاي نستفيد بيها في مصر، ازاي نستغلها. معانا على الهواء يا فندم؟ والناس يا جماعه النهارده كلها الشبكات وحشه ولا ايه؟ ده بسبب الارصاد الجويه ولا ايه؟ طيب اخر خبر يا جماعه عندي بقى النهارده، اخر خبر يا جماعه معانا النهارده، عندنا المستريح الجديد او المستريح الجديد بتاع محافظه الغربيه، ده لقب بيطلق دلوقتي على النصابين اللي بيلموا اموال الناس وبيخلعوا وبيمشوا. المستريح بتاع المره دي واخد 400 مليون جنيه وخلع بيهم، كان بيقول للناس ان احنا هنشتغل سوا في المستلزمات الطبيه وشراء العقارات وفايده شهريه 7%. انا حاولت اتاكد من هذه النقطه، 7% في الشهر ولا في السنه؟ قال لك لا في الشهر، يعني 84% فين؟ في السنه. طب مع احترامي يا جماعه، الراجل ده نصاب والداخليه طبعا عايزينها تمسكه وتسيطر عليه والكلام ده كله، لكن السؤال حضراتكم، انا اسف في الكلمه، غلطانين، لان حضراتكم بتستثمروا في حاجه مش مضمونه، الدوله لا تضمنها، يعتبر طريق غير شرعي وغير قانوني للاستثمار. معانا دلوقتي الاستاذ احمد عادل عقرب. استاذ احمد. الو، ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ ازاي معاك يا حبيبي؟
ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. استاذن حضرتك، احنا عايزين نعرف بسرعه كده يعني ايه موضوع السياحه البيئيه؟ حضرتك احنا العالم اتجه في السنوات الاخيره للسياحه البيئيه، وهي تمثل 30% من السياحه العالميه. مصر بتتميز في السياحه البيئيه لكونها بتتمتع بان 15% من مساحه مصر دي محميات طبيعيه. تمام. وهي تمتلك 30 محميه طبيعيه. تمام. اهم خمس محميات طبيعيه واشهرهم موجودين في محافظه جنوب سيناء. تمام. وهي محميه راس محمد، محميه نبع، محميه ابو جالوم، محميه طابا، وسانت كاترين. كل محميه لها طابع مختلف عن المحميه الثانيه. تمام. لو قدرنا نعمل تسويق جيد للاماكن دي هنقدر نوفر دخل قومي كبير للدوله، وهنقدر نوفر فرص عمل للمجتمعات المحليه من البدو. طب بعد اذنك يا استاذ احمد، اسمح لي اقطعك بعد اذنك، يعني سؤال بس كده، معاك يا فندم دراسه جدوى للكلام ده ولا حضرتك هي لسه مجرد فكره؟ لا، في طبعا دراسه جدوى للحاجات دي كلها. طيب بص يا استاذ احمد، لان هذا الموضوع ما ينفعش يكون على التليفون، انا عارف ان حضرتك قلت ان حضرتك من شرم الشيخ، بس انا هستاذن حضرتك، احنا عايزين ننسق معاك وتشرفنا هنا في حلقه هنا في الاستوديو على الهواء مباشره نتكلم في اللي حضرتك بتقوله ده، لان احنا هنتكلم الكلام ده وهنوجهه وهنسعى انه لازم يصل لوزاره السياحه، لان حضرتك بتتكلم في كلام خطير جدا، بتتكلم في دخل قومي كبير داخل لمصر، ده ما ينفعش نتكلم فيه في التليفون، حق حضرتك نقول لك تعالى اتفضل عندنا، هي دي الافكار اللي احنا عايزينها عشان البلد دي تطلع لقدام، تمام كده يا فندم؟ تمام يا فندم. يعني وعد من سعادتك خلاص؟ افكار كتيره ممكن نقولها لحضراتكم ان شاء الله عن السياحه يا فندم، ده وعد على الهوا؟ وعد على الهوا؟ ده وعد طبعا. خلاص يا فندم، فريق الاعداد ينسق مع معاليك وتشرفنا في البرنامج يا فندم. تمام يا دكتور. ألف شكر يا فندم، شكرا. أعزائي المشاهدين، أستأذنكم فاصل سريع ونرجع لكم تاني. عندنا تخصصات كتير في كلية لانكستر. أول تخصص هنتكلم عليه في الفيديو ده هو المساحة. هتدرس المواد اللي بتساعدك بعد كده إنك تشتغل في تخصصات المساحة المختلفة، زي الإنشاءات والمباني، الطرق والكباري والأنفاق، ومشاريع الصرف الصحي والري في خلال السنتين. وجنب الدراسة النظري في قاعات المحاضرات هتتدرب على أجهزة المساحة المختلفة داخل الكلية مجاناً كجزء من الدراسة، وكمان بنوفر لك تدريب عملي خارجي في شركات ومكاتب تتدرب فيها على أجهزة المساحة المختلفة زي توتال ستيشن، ميزان اللامع، والجي بي اس، وهتاخد شهادة بكل تدريب عملي حضرته، ودي مختلفة عن شهادة الكلية، وكمان التدريبات دي بتكون مدعمة من الكلية. أما الشهادات اللي هتحصل عليها هي شهادة دبلوم مهني من كلية لانكستر البريطانية، شهادة دبلوم مهني من المعهد العربي للدراسات، شهادة من كلية العلوم. والعجل بيقدم لك اقوى عرض، عرض التريو، ثلاث سندوتشات فراخ دبل من اختيارك مع ثلاثه بطاطس ولا تريبيبسي ب 140 جنيه شامل الضريبه. اطلب من والعتين على 16799 و